وتتفاوت مراتب العقول في تقديس ما اتصل بالإسلام بحسب علمها ومداركها ورقيها. يعني حتى المغاربة يحكي عنهم القطب رحمه الله إنهم ما يسموا أولادهم محمد وإنما يسموا أم حمد. أم حمد لماذا؟ لأن ما بين الولد والوالد لا يخلو الأمر من شيء من التأديب والتهذيب والتأنيب. فيقول له مثلا يا محمد أنت قل أدبك في شيء فلاني والله لاحظ يا محمد قل. فرأى أن اسم محمد في ذل السياق ما يركب فما شيء مغربي يسمي ولد محمد لأنه يبي يأدب هذا الولد. صحيح ولا لا؟ لا بد من تأديب لا بد من تأنيب. إذن ما يسمي محمد يسمي أم محمد للتفرقة بينه وبين اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم.